أعرف نفسي إسمي منيفة الزهرية، أنا فصل الثامن، مدرسة ثانوية سبيل المتقين، أريد أن أرتل سورة الكهف من آية الأولى حتى الآية عاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi alladhi azala ala abadihi alkitab azala ala abadihi alkitaba wa lam yaj'al lahu uwaja li yudriba basan shadidan huwa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين ياملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم